نرجع انه هذا الروتيت، هذا الروتيت للفيو يعني زاويه الرؤيه ادورها. اوكي، يبقى المنظر انه هوريزونتال وطوله 5 متر، ما يتغير هذا المنظر. حتى نتاكد من طول المنظر انه حقيقي 5 متر نقدر نقيسه فروم نود 1 الى نود 2 فبقينا 5 متر. هسه من ادوره هو يبقى 5 متر، يعني التدوير مو تدوير للمنظر وانما رؤيه زاويه الرؤيه مغيره. فنرجع الى الجيومتري ايزومتريك فيو او نرجع الى بلان فيو. اذا افتهمنا هذا الروتيت تول بار، هذا يسموه روتيت تول بار. شوف روتيت تول بار بيل فيو فروم نيجاتيف بوزيتيف زد فيو، يعني من الجانب، فيو من اليمين، فيو من الاعلى، فيو من الاسفل. هذا الفيو انواع الفيو موجود عندنا في هذا التول بار. وهنا روتيت بعض الاحيان نسوي روتيت للجيومتري يمكن خلال هذا. اذا هذا هو التول بار. هذا نقدر نغلقهم حتى نكبر الشاشه الرؤية. طبعا اذا نريد نزيل، هسه احنا قسنا المسافة from node 1 to node 2 5 متر، اذا نريد نزيلها هذا طبعا نعطيك هذا display node to node distance. شوف هذا التو، هذا كلش مهم، هذا الايكون او هذا الكوماند. شوف من نوقف عليه اكتب لي node to node display node to node distance، يعني المسافة من نود الى نود اخرى. اذا تريد تشيل الديستانس نرفع المسافة، يعني نرفعها من الفيو. نقدر ريموف اول نود تو نود ديستانس ديسبلاي، ريموف حيشيل الدايمنشن. وهنا طريقه اخرى لايجاد طول المنبر، بدل ما اختار نود تو نود ديستانس اختار دايمنشن. انا باخذ دايمنشن حيقول لي ديسبلاي دايمنشن تو فيو ديسبلاي، بس يعطينا رقم المنبر وطول المنبر. شوف رقم المنبر واحد وطوله 5 متر. اذا تريد ديسبلاي ريموف يشيل كل الدايمنشنز. جيد. الآن الجيومتري خلصت، الجيومتري انتهت، يعني هو هذا الجيومتري بالنسبة لنا عبارة عن بيم. الآن نضيف ال يعني قائمة الجيومتري انتهينا من عندها. نذهب الآن إلى القائمة كوماندز. القائمة كوماندز كل العمل حيكون بها عملية تمثيل material properties والsection properties وال سب والسبورت واللودين، كله موجود بالقائمة كوماندز. احنا هسه ما راح نشرح كل تفاصيلها، احنا نريد هسه بالضبط نريد الان الجزء الرئيسي اللي بروبلم مالتنا، لانه لازم اعرف البيم ماتيريال ماتيريال بروبرتيز والسكشن بروبرتيز. السكشن بروبرتيز 250 في 500، ماتيريال بروبرتيز قلنا كونكريت، وبعدين اعرف السبورت، وبعدين اعرف اللودين، وبعدين اسوي له تحليل انشائي. فإذا الخطوة الثانية بعد ما كوننا الجيومتري نذهب إلى Member Property Prismatic، هنعرف Cross Section و Material Properties Prismatic. Prismatic مقصود بها أنه المقاطع القياسية الستاندر، مثلا عندي Circular Cross Section، Rectangular Cross Section، T Cross Section، Trapezoidal Cross Section، General. في حالة كون المقطع نون بريزماتيك، يعني مقطع غير منتظم، لكن عندي البرو سكشن بروبرتيز مالتين، عندي الكروس سكشن اريا، عندي الشير اريا بالواي، عندي الشير اريا بالزد، عندنا المومنت اوف انرشا بوت اكس اكسس، يعني هذه السكشن بروبرتيز معلومه فندخلها هنا. اوكي، فيمكن انه نستخدم جنرال، قد يكون تيبرد اي. شوف هذا نون بريزماتيك سكشن، يعني عباره عن شكل حرف اي، لكن نون بريزماتيك يعني ليس عندي فاريبل ان ديبث، يعني أنا الدبث في بداية النود وفي بداية المنبر مقداره F1، وارتفاعه والدبث مال البيم النود رقم 2 مقداره F3، حتى الفلانج ويدث هنا F6، الفلانج ويدث مثلا F4 وهكذا. هذا التبرت اي، يكون تبرت تيوب. اوكي، كأساين بروفايل، هذا بعدين نرجع له انه قد يكون المقطع ستيل، مقطع حديد، قد يكون شانل بيم اي سكشن اي بي اي الى اخره. احنا هسه مقطعنا بالنسبه لنا، نرجع لمقطعنا، شنو مقطعنا؟ هذا ريكتانجولار. اذا ايش نختار منه؟ نختار ريكتانجولار. جيد، الواي دي ديبث، كم مقدار الدبث عندنا؟ لا تذكرون الدبث عندنا 500 ملم، فايش قد بالوحدات المتر؟ 0.5 متر. الزد الويدث، نرجع للويدث، كم مقدار الويدث عندنا؟ 250 ملم، يعني 0.25 متر. اوكي، نقول له اد. شوف من نقول له هذا نضاف لنا هذا المقطع الاول، هل عندنا مقطع اخر بعد نريد نضيفه؟ لا ما عندنا، نقول له كلوز. نرجع على هذه الشاشه، شوف هذا نضاف لنا هذا الريكتانجولار 0.5 في 0.25 كونكريت. طبعا ماتيريال كونكريت هنا اختارنا ماتيريال كونكريت،
إذا كانت الماتيريال مثلا ستيل، إذا نختار ستيل أو ستينلس ستيل أو ألمنيوم إلى آخره. إذا تختار الماتيريال بعد هو أوريدي أوتوماتيكيا راح يحسب لنا المومنت البوزنز ريشيو، المودولوس أوف إلاستيسيتي، المودولوس أوف ريجيديتي اللي هو جي ذكروا، هذا كله هو يحسبها لأن أوتوماتيكيا ما دام حددنا المادة كونكريت فهو أوريدي فهو أوتوماتيكيا راح يحسب لنا هذه الماتيريال بروبرتيز اللي هي البوزنز ريشيو ياخذ الكونكريت وياخذ المودولوس أوف إلاستيسيتي الكونكريت وياخذ الشير مودولوس الكونكريت كذلك. زين الان احنا عرفنا الكروس سكشن والماتيريال لكن ما حددناها المن للمنبر، يعني هذا السكشن عرفناها لكن ما سوينا هنا اساين، يعني لم يتم تحديدها لاي منبر. فهنا عمليه الاساين هي تشمل هذه الخيارات الموجوده هنا اساين، شوف اساينمنت ميثود طريقه تحديد هذا الكروس سكشن. انت لازم توقف على الكروس سكشن، توقف على هذا وتقول له اساين تو فيو ولا assign. yes شوف رأسا من اختارنا assign to view يعني حدد هذا الكروس سكشن اللي واقف عليه صار بالازرق هنا assign to view، حدده الى كل ما موجود على الشاشه اللي نشوفه امامنا بالشاشه. هناك طريقه اخرى للassign يعني مو بالضروره assign to view، لان assign to view حيسوي لنا assign الى كل الممبرز المرسومه على الشاشه. يعني فرض عندك ممبرز بيم هنا عندنا وعندي كولوم هنا والكروس سكشن مال بيم يختلف عن الكروس سكشن مال الكولوم، فهنا ما اقدر استخدم assign to view لان الكروس سكشن يختلف بالنسبه للبيم عن الكولوم. فنرجع الى طريقه اخرى assign to selected beam مثلا، ايش اسوي؟ اختار البيم واقول assign to selected ثم اقول له assign. yes هذه طريقه اخرى بالassignment. اوكي فعندنا اكثر من طريقه، اربع طرق بالassignment. اولا طريقه assign to selected beam يعني اختار البيم واقول له assign. الطريقة الثانية use cursor to assign، يعني أنا أقول assign أشوف الكيرسر يتحول إلى شكل مختلف لأن هو في طور اختيار المنبر. مثلا هذا المنبر أقول له assign لهذا المنبر، إحنا طبعا مختارين أقول له assign. وهناك طريقة ثالثة assign to edit line، عفوا to edit list. يعني أنا شنو to edit list؟ يعني أنا شو أقول له؟ أختار هذا وهنا يعطيني text box active مثلا رقم المنبر، مثلا رقم المنبر 2 اقول له assign. في ايش حاله حيعطيني هذا الكروس سكشن المن يعنونه ويحدده للمقطع للمنبر رقم 2. طبعا احنا ما عندنا منبر رقم 2، عندي منبر واحد فقط، فاقدر اقول له المنبر رقم 1 سوي له assign. اوكي بس بختار له edit list وكل assign to view له شرحنا. طبعا هذا الاساينمنت الاربعه هي مكرره بكل شيء، هسه نشوفها متكرره عندنا بالستدبرك فيها باللودينج بالكروس سكشن بالتحديد السبورت الى اخره. فاذا هذه جدا مهمه الميثود اوف اساينمنت. فاذا هسه حددنا الكروس سكشن، طبعا اذا تريد تشوف الكروس سكشن ك 3 دي يعني ايزومتريك يمكن انه نقول له مثلا ستراكشر مثلا فولس سكشن، مثلا شوف هنا صار عندنا فولس سكشن وايزومتريك، شوف بين الان كروس سكشن، شوف نود رقم 1 نود رقم 2 وهذا هو البيم. شوف كروس سكشن هذا الويث 250 والدبث 500 واللينك 5 متر. طبعا انتبه لملاحظه مهمه، شوف هنا تمثيل المنبر وين يكون؟ دائما تمثيل المنبر بالستاد برو تمثله بالسنتر لاين، يعني اذا عندك بيم تمثله بالسنتر لاين مع البيم، لان الستاد برو ما يتعامل مع البيم كمجسم، يعتبره لاين منبر لاين لاين. شوف هسه اذا الغي الكروس سكشن هذه الفول سكيل الغيه الافضل، شوف يتعامل معها كمان لاين، هذا لاين شوف لاين. من اقول له فول سكشن يبين عندي انه الويث والدبث، لكن وين دي يتعامل ويا اللاين؟ بالسنتر، بالسنتر يتعامل باللاين. اوكي نرجع نقول له نون واي الى اخره. اذا خلصنا اول شيء اللي هو المنبر بروبرتي، اختارنا بريزماتيك وحددنا بيم سيل سبورت. الآن نروح على support specification. support specification طبعا support ما يتعامل مع المنبر، يتعامل مع النود. فش عندنا؟ عندنا مثلا pin، عندنا pin node add. طبعا pin عبارة عن restraint عندنا بالx والy والz. شنو restraint؟ restraint يعني مقيدة، مقيدة شوف عليها متصاحة عليها بالx وبالy وبالz. اوكي مقيدة.